تحياتي لك سيدي وإلى ضيفك الكريم. حياكم الله. نعم بتصوري ليس هناك آليات قادرة أن تفرض حظرا لانتشار هذا السلاح أو لعدم استخدامه. السلاح، أسلحة الدمار الشامل إذا صح التعبير، هي يعني يأتي في مضمونها ثلاثة أنواع، اللي هي الأسلحة النووية، الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية. نعم فبالتالي هناك حظر لاستخدام الأسلحة البيولوجية وحظر لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن الدول لا تقر بمخزونها، وهي فقط الدول التي هي طرف في هذه الاتفاقيات التي حدت من انتشار هذا السلاح أو استخدامه أو تخزينه أو ما إلى آخره. اثنين، الاتفاقية النووية، عدم أو حظر استخدام السلاح النووي، حظر إنتاجه وتخزينه وما إلى آخره. هناك اتفاقية في 2017 طلب أن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم التصديق عليها من قبل 50 دولة. في عام 2021 تقريبا، في أول عام 2021 صدق عليها 51 دولة ودخلت حيز التنفيذ، ولكن هناك مشكلة بين الدول الكبيرة أو الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن. استندت إلى البروتوكول أو اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت في عام الحد من انتشار الأسلحة النووية اللي وقعت في عام 1968، نعم وقالت أن هذه الاتفاقية هي يعني لا تلزمنا باتفاقية الحظر السلاح النووي، حتى يعني هو في له يعني دور ردع.